السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى نلقاكم بخير وعلى خير. معكم بنصور معكم واحد الكيك. اهو عندنا جوج خمارات وصاشي ديال الكاكاو المر، وهادي الارز راه عارفينها. عندي ثلاثة الكيسان ديال العنبة ديال الدقيق ديال الحلويات، هو راه مغربل مصوب. عندي كاس لاروب ديال السكر سنيدة، كاس ديال الياغوت، ثلاثة حبات ديال البيض، كاس الحليب، ومعلقة ديال الخل. نبداو البنات على بركة الله وندير كلشي. درنا ثلاثة حبات ديال البيض، راه درت البنات قبصة ديال الملحة. نسيت ما حطيتش الزيت، ماشي مشكل. انا برو هاو البنات، كاس لاروب ديال الزيت، كاس العنبة، نضرب كلشي في مولينكس. انا البنات غنمشي نضرب كلشي، ما عنديش بريز هنا، كلشي نرجع معاكم. ثم البنات ملي طلعنا البيض ديالنا، ما بدناش واحد الخماره ديالنا الكاكاو كيكون مكور، ما شفتو علاش كنغربلو. هو الكاس ديال الحليب ديالنا، نضيف ديالنا بشويه بشويه، عندي هنا البنات ثلاثه الكيسان ديال الدقيق ديال العنبه مغربلين. ديما بغاتش دير الحليب ديرو بكاس القهوة ولا كاس الليمون ولا أي. نزيدو على حسب واحد المعلقة ديال الخل، ملي خلطنا الكيك ديالنا المول ديالنا ودهناه بالزبدة ورشيتو بالدقيق. الكيك ديالنا البنات هو قادينا، ندي دابا الفران، فران غير الفران ديال الغاز، صافي طيبوها من التحت عاد نحمروا شويه من الفوق، وردوا معاها البارح حيت هي فيها الكاكاو غير تبان لكم نشفات من الفوق. صافي نتوما البنات الكيك ديالنا اللي خرجناه غنسقيه بالقهوه، هو شفتوني تقبته كامل، نسقيه بالقهوه عاد ندوزو الكريمه. شفتو الكيك بارد و هاد القهوة دافية، خصني ما يكون الكيك بارد ولا السقوة سخون. نشربو هاد القهوة مزيان، شتو راه كتشرب. شوف
وندوز الطبقه الثانيه ديالنا كاس ديال الحليب. نديرو غير جوج معالق ديال الكريمة الباتيسري، تقريبا جوج معالق ديال الكاكاو، هذا راه غير حلو، ديال الحليب جوج، نديوها فوق البوطة البنات نطيبها ونجي معاكم. نتمنى البنات الكريمة ديالنا، نديروها دابا طعمية ديالنا، نديروها كما تبات، غندير جوج. الكيك ديالي البنات هو حكيت ليه الشوكولاط من الفوق، شوكولاط بيض زينتو بيه، دابا ندخلو للتلاجة حتى يبرد. تما البنات الكيك ديالنا هو كيفاش هو، شتو هو هدا لما درتو في التلاجة، انا باقا محيدتوش كاع من الحديدة ديالو. نتمنى الله يعجبكم و تجربوه، راه كيجي زوين. والسلام عليكم.